هنعمل مع بعض السمك الماكريلي في الفرن بتتبيله مميزه يطلع معاكي حلو جدا. تعالي نشوف هنعمله ازاي. انا معايا سمك ماكريل، فلفل اخضر مفروم، فلفل احمر مفروم، لو ما عندكيش استخدمي الفلفل الاخضر بس، ثوم مفروم، حوالي ربع كوبايه ليمون، ملح، كمون، وكزبره وبابريكا. اول حاجه طبعا هنعملها التتبيله. حط كله على بعض، فلفل الاخضر، فلفل الاحمر، والثوم، ربع كوباية الليمون، طبعا الملح، معلقة كده كمون حلوة كبيرة، معلقة كزبرة، كنت معلقة صغيرة بابريكا. تتبيلة حلوة جدا بقى كده. حلو. بعد ما خلاص خلصنا التتبيلة، بس التتبيلة عاملة ازاي؟ الحتة حلوة جدا. يبقى جايبة السمك كده، السمك مغسول ومتصفي كويس جدا، بس من جوه عامل ازاي. يبقى بحب انا اشرح قوي السمك كده، فبيساعد اللي هو يشرب التتبيلة احلى. بس كده من ناحيتين. اخر واحدة معايا، نيجي بقى عشان نتبلها، ياخد كده شوية من التتبيلة جوه الباقي ومن بره، وادخل كده بين الفتحات. التتبيلة عليها من بره، يبقى حوالي ساعة بس في التتبيلة. بعد ما تبلت اهو السمك كله كده، انا معايا شوية من التتبيلة هقولك هنعمل بيها ايه. بعد بقى السمك في التتبيلة، معايا بقى شوية خضار كده هحطه تحت السمك. معايا فلفل الوان، شوية كزبرة، وبصلاية متوسطة، وطماطم. هيجي بقى احط كده كل الخضار كده على بعضه، فلفل الالوان، ممكن تحطي كمان بطاطس برضه يبقى حلو جدا، والطماطم والكزبره، ممكن كمان تحطي شبت. والتتبيله اللي فضلت معايا اهي كمان هحطها بقى على الخضار، بقى تدي طعم حلو قوي كده. اقلبهم مع بعض كده كويس جدا، بس اشمي بقى ريحه التتبيله مع الخضار، ريحه حلوه قوي. انا من عشاق السمك، السمك من الحاجات اللي ليها فوائد واوميجا 3، يعني الصراحه يعني على الاقل المفروض مرتين سمك في الاسبوع. بحب السمك بكل انواعه. خلاص كده قلبتهم كويس جدا مع بعض. عندي الطاجن اللي احط فيه السمك او اي صينيه. هيبقى حاطه الخضار الاول، كده نجيب بقى السمك، ابتدي اوزعه كده. طبعا قعد في التتبيله، السمك من الحاجات يعني اللي متاخدش وقت خالص في التتبيله، هي ساعة حلوة جدا. شكل الطاجن عامل ازاي بجد، بيتكلم عن نفسه، حاجة كده تحفة جدا. جربوا فعلا الصينية دي بجد، هتدعولي عليها. ده هو باقي الخضار اللي بقى معايا. بس كده هاجي بقى احط من فوق كده شويه زيت وادخلها الفرن، الفرن يكون والع، بعد كده ادخلها واوريها لك بعد السوا. بس بقى الصينيه بعد ما طلعت من الفرن عامله ازاي بجد تحفه جدا، هطولها لكم. اللي بقى مع شويه رز او تاكليها مع عيش حلوه قوي.
الخضار. بس بقى التسوية من جوه عاملة ازاي، بس ما شاء الله عليها. بس اللحم بتاعها ابيض. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. يا رب بقى يكون الوصفة النهاردة عجبتكم وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. اشكركم جزيل الشكر على متابعتكم ودعمكم. دمتم سالمين في رعاية الله وحفظه.